السلام عليكم اخواني، هذه رانا اليوم في تندوف، رانا دايرين وقفه احتجاجيه من بعد من اخواننا السواق اللي تعرضوا للحادثه هذه اللي كل الجزائر على بالها بها في بير الحلو. كنا نروحوا من ثم، كانت الطريقه من ثم ناكلوا فيها، كانوا يعطونا 600 زريت لا مازوت، ودوك راهم بدلوا لنا الطريق. الطريق دوك ما قال لك ممنوع تدخل الصحراء الغربيه، لازم تهبط غير مع طريق تاع موريتانيا. الطريق راهي زادت ب 450 كيلو و600 ريت لا ما تكفيناش باش تاع المازوت، ويعطونا 3000 دينار نخرجوها معنا في المعبر. 3000 دينار و600 ريت لا، وين راح نروح انا؟ نروح نموت انا في بلاد الناس يا خويا؟ حنا رانا ندومونديو يزيدوا لنا المازوت باش نخرجوا، حنا رانا مشارجين ورانا خادمين كواتنا ورانا كلش ورانا نستناو ما في يخرج فينا حتى واحد منا حتى يديروا لنا حل على المازوت. انا ما نروحش نباصي، انا راني مسبن نفسي باش نخرج على جال علم بلادي يا خويا. بصح باش نخرج نموت بشر ولا نخرج انايا باش نخرج انا نروح نموت بشر في بلاد الناس على جال ريت المازوت ما تكفينيش يا خويا؟ انا ما نخرج يا خويا، ديروا لنا حل، نطلبوا من السلطات يديروا لنا حل، يعطونا مازوتنا باش نروحوا ونعاودوا نولوا في الامان. دوك انا ما نروحش نمشي على جال المازوت، نبقى مرمي في بلاد الناس، نعش الطياره فوق راسي باش تضربني وقاعد بشر الا في بلاد الناس. يا خويا يديروا لنا حل. 1600 شحال خويا؟ شحال لازم لنا مازوت؟ 1400 1400 مازوت. انا نحسبها لهم والله العظيم ما يمشي منها ايترو. انا نمشي 1600 كاينه 1000 قل 20 كيلو بيس تيراج ويديان. ايوه. كاينه المين الاخرى قل قدرون. ايوه. والكاميو ياكل 1400 فوق الكاميو بلا ريزرفوارات، واش معنى يديه 2400 اللي تديه وتجيبه الكاميو. 2400 ريت اللي تديه وتجيبه. واه 1000 في لي باك في الريزرفوارات، 1000 في الكاميو. 1400 فوق الكاميو. 600 ريت لا ما تديك، وما تقلبكش، تبقى مرمي في بلاد الناس. تخلص ليه البرميل بخمس ملايين وموسخ بالغازوا بالماء والتراب وتضيع الماتريال. انا ما انا ما انا ما خسرتش عمري على البلاد، راني مسبل عمري وهو يبخلني في 1000 لتر نتاع غازوال عليه. ورانا نخلصوا في الدعم تاعها. ورانا نخلصوا في القانون الكيتونس، نخلصوا القانون عند الديوانه. ان شاء الله على النبي الحبيب. المهم نوجهوا طلب للسلطات تتدخل وتشوف لنا حل مع العشيه هذه، ديروا لنا حل ان شاء الله برا. هذه هي، وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه وعاونونا ان شاء الله. هيا صح.